بطولة العالم الإنجاز المؤخر اللي كان في لوس فيغاس، راح يكون عندي بطولة عالم المنتخبات بشهر 11 نوفمبر مع المنتخب الأردني، وإن شاء الله أنا بطلع قادما إني أصير بعد ما أخذ هاي الذهبية أصير ثلاث مرات بطل عالم في نفس السنة، وإن شاء الله الإنجازات والتحديات حتضلها قدامي، وأنا بحب التحديات ضلها أمامي، إن أنا بحب إنه أواجه هاي التحديات. شكرا كثير.